وصدق، ولا بد ان ايه، ان تصدق. الحقيقة انا مش فاكر كلمتكم ايه عن البابا كرولوس. كل سنة او كل نهضة بنقول، مش كده ولا ايه؟ لكن يعني لو قلت حاجة وكنت سمعتوها فوتوها، ماشي. انا الذي مش هتكلم عن البابا كرولوس، هتكلم عن ابونا مينا المتوحد، ماشي الكلام؟ يمكن حد يقول لي طب ما ابونا مينا هو البابا كرولوس. لا، انا هتكلم عن ابونا مينا وقت ما كان ايه، ابونا مينا، ماشي. ابونا مينا كان ماسك فترة تعمير دير انبا صموئيل، وكان المقر بتاعه قرية اسمها الزورة جنب مدينة مغاغة. ابونا مينا كان مقيم في الزورة، قرية جنب مدينة مغاغة. فابونا مينا كان معروف في المنطقة كلها، كل الارياف عارفاه. ففي يوم من الايام كان في بلد جنب الزورة، واحدة شافته معدي، قلت له ابونا مينا. قال لها نعم يا اختي، في ايه؟ قالت له انت طالع الدير. قال لها ان شاء الله. قلت له انا عاملة عيش شمسي، خبز عيش، تاخدش شوية ارغفة للابهات الرهبان؟ قال لها يا بنتي ربنا يعوضك. دخلت مسكت شوال، حطت له قد 10-15 رغيف. ابونا مينا طلع في الشارع، حط الشوال على كتفه، فطبعا مشي كده كم خطوة، ربنا رزقه بشاب، قال له عنك يا ابونا. طبعا اولادنا اسم الصليب يعني. فالاخ مسك الشوال وشاله بدل ابونا مينا، كتر خيره. ابونا مينا يجي جنبه كده وطبطب عليه، قال له متشكر يا اخ مخيت، كتر خيرك يا ابني. قال له يا ابونا انا اسمي اشرف. طب يا حبيبي كده. ابو يشو شوية كده ولسه ما خلصوش الشارع، ابونا مينا بص له كده، تعبناك يا مخيل يا ابني. قال له يا ابونا انا اسمي اشرف، ما اسميش مخيل. وصل عند الكنيسة بتاعت الزورة اللي بنزل فيها ابونا مينا، قال له نزل هنا يا مخيل يا ابني، اقعد يا مخيل اعمل لك شاي. يا ابونا انا اسمي اشرف. طب يا ابني ما تزعلش. دخل جوه عمل له كوباية شاي ابونا مينا وطلع بالصينية، اتفضل يا اخ مخيل. قال له اوه، ما عرفش اللي معلق معاه. ابوه بس قال له يا ابونا انا اسمي اشرف. قال له حقك علي يا مخيل يا ابني. برضو الاخ ساب ابونا ومشي. بس قبل ما يمشي قال له طب صلي لي يا ابونا. قبل ما يمشي طاط راسه ابونا مينا، حط الصليب، قال له عبدك مخيل املاه من النعمه ومن البركه. قال لك ابونا ما صلليش، ده صلى لايه؟ لمخيل. 4-5 سنين الاخ ده ربنا ألهب قلبه بفكرة الرهبنة، فطلع على دير براموس فاستقبلوه هناك. فأبونا رئيس الدير استقبله، كان وقتها أنبا أرسانيوس اسقف المنيا أو مطران المنيا، واستقبله قال له أهلا بيك يا أخ، احنا قبلناك ومن النهاردة دعوناك مخيل. لفت به الايه، الأيام بتاعت أبونا مينا. أبونا مخيل براموس ده اب معروف في المانيا، اشترى دير. السر في البركة في الرجل ده في شوال العيش اللي شاله لمين؟ لابونا مينا المتوحد. وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. ابونا مينا جايب كرسي وقاعد قدام الكنيسة، بلد ارياف قرية كده، والعيال رشوا كده قدامه كده وبتاع. شوية وعد عليه اخ مسلم، قال له يا ابونا انا جايك عايزك تدعي لي. قال له خير يا ابني. قال له انا متجوز بنت عمي وليا 7 سنين وما جابتليش عيال، وانا لا اقبل اتجوز عليها ولا اقبل اطلقها، دي بنت عمي يا ابونا. قال له لا يا ابني، هات راسك يا ابني. لده راسه ابونا مين صلى له، قال له ان شاء الله زي اليومين دول هتكون جايبالك حسن الاعور. حسن الايه؟ الاعور. فرح لمراته جلس وروحت لابونا مينة، بيقول لي قال ان شاء الله مراتك هتجيب لك حسن الاعور. قلت له اعور اعور، احنا طايلين بس ايه،
بس يجي بعد سنة ولدت مرات صاحبنا وجابت له واد اسمه حسن وعينيه خضرة جميلة كده. يقول لك ايه؟ قال ايه؟ قال ابونا مينة. يقول لي هتبقى ابو حسن الايه؟ ده مفروض يقول لي حسن ابو العيون، يجي يشوف عينين الواد. المهم بقى يتبهى بالعينين الخضرة بتاع الواد. الواد كبر ودوه المدرسة، العيال في المدرسة جابوا نبل وبالزلط بيلعبوا، وتيجي الحسن زلطة جوه عينه تصفها له. قعد حط ايده عند المستشفى، قال ما قالها ابونا مين يا اوجل؟ قال هتبقى ابو حسن الايه؟ تعرف حسن الاعور ده لسه عايش لغايه دلوقتي، وكل اللي يشوفه يقول الواد ده اتولد بدعوات مين؟ بدعوات ابونا مينا المتوحد. بس صدق، ولا بد ان ايه؟ نقول تاني ولا كفايه؟ نقول كمان واحد. ابونا مينا، بس دي انا متاكد اني قلتها لكم ان ما كانتش تخون الذاكره يعني. وهو في الطاحونه اللي حضراتكم بتروحوها دلوقتي بالعربيه، ايام ابونا مينا كان جبل مهجور، ما كانش حد يقدر يوصل لغايه المكان ده، يوصل على رجليه وبتعب وعرق ومليان لمؤاخذه كلاب مسعوره وديابه وحاجه صعبه خالص. كان ابونا مينا متفق مع واحد سقه يطلع له ميه كل ليله، اربط ميه كان بيديله 3 جنيه. 3 جنيه في الوقت ده كانت مبلغ كبير جدا. كان العطا في الكنايس تعريفات وقروش يعني كان يلمهم له بالكف والنون زي ما بيقولوا. المهم يعني ابونا مينا الراجل عايش، والميه كل يوم عم حجازي يملاله الزير، والراجل كافي خيره وشره. الى ان عم حجازي في يوم وهو نازل اتلموا عليه الناس اللي طالعين من صلاة الفجر. كنت فين يا حجازي؟ قالوا كنت عند ابونا الراهب اللي فوق. يا راجل ما عندكش مروة تشيل مية وانت راجل موحد بالله وتطلع على الراهب الكافر ده؟ عارف يا حجازي لو طلعت فوق. بس الراجل بيديني 3 جنيه، هنديها لك من صندوق الزكاة وبلاش تطلع له. الراجل قال لك اه، يعني اطلع الراهب يعني؟ مع انه شرب وما راحش حجازي لابونا مينا. عدى يوم 2 3 الزير خلص والميه خلصت، ومين هيطلع لو ان الناس ياخدوا له 5 ترغفه ياخدوا له كيلو برتقان، لكن مين هيفكر ياخد قربه ميه ويطلع بيها لابونا مينا؟ بعد 4 ايام اليوم الخامس ما لقاش ابونا مينا كوبايه ميه يعجن يخبز قربانتين يصلي قداس. فدخل جوه الطاحونه كان معلق صوره المارمينا. قال له ايوه يا اخويا، حاطط لي جمالك انت واللي نايم واللي قايم، وادينا هنموت انا وانت من العطش. ما تروح يا اخي تشوف حجازي ما جاش ليه؟ اعمل معروف روح شوف حجازي ما جاش ليه. وطبعا ما لقاش ميه يشرب، فرشم صليبه الراجل، وبعد ما خلص مزاميره نام. وبعد ما نام الساعة 4 الصبح لقى اللي بيقول يا ابونا مين يا ابونا مين. قال له مين؟ قال له انا حجاز. قال له الحمد لله على السلامة يا حجاز يا ابني. قال له انا مريت لك الزير وجايب لك قربتين مية معايا، فلو عندك بستلة او حلة او اي حاجة ملالك مية تاني بدل ما رش المية دي خسارة. قال له طيب يا ابني. فتح ابونا مينا طلع له كان جردل ولا ما عرفش ايه وملاه له مية، فلقى ابونا مينا لقى حجازي بيقول له بص يا ابونا. قال له نعم. قال له احنا عايزين نغير الاتفاق. قال له شوف يا حجازي يا ابني، انا ما اقدرش ادفع اكتر من 3 جنيه دي يا ابني، انت ما تعرفش الله يعلم انا بدبرهم لك ازاي. قال له لا يا ابونا هنغير الاتفاق. قال له عاوز ايه يعني؟ قال له من النهارده انا هجيب لك الميه ببلاش، مش هاخد منك ولا مليم لغايه اخر يوم من عمري. قال له ايه اللي جرى يا حجازي يا ابني؟ قال له بس اعمل معروف الضابط اللي انت حاطط صورته جوه قريبك ده جه الليله دي وهراني ضرب وقال لي انت ما تطلعش منه. قال له هو ضربك يا ابني؟ قال له دخل ابونا مينا بص المرمينا كده قال له انا قلت لك روح اضربه، ده انا قلت لك روح شوف حجازي، لكن يظهر الله بيجازي يا حجازي.
بص يا ابني الضابط قريبي ده بيفهم اكتر مني. دي المثقفين يا ابني. يظهر انك انت ما تجيش الا بالطريقة دي. عارف يا حجازي ما تلعب بديلك؟ قال له ابدا يا ابونا، لاخر يوم من عمري وكل ما هحط ايدي على قفايا انا هفتكر الضابط قريبك، بس بعيده عنا الله يخليك. فالمهم قال له طيب احنا هنتصل بيه دلوقتي وهنقول له يا حجازي. بص عم حجازي قعد كده يعني بره كده، لقى ابونا مينا سحب الدف وجي وقف في الطاحونة وبابها مفتوح، وجي تحت صورة مارمينة وقعد يقول اكسيوس لمارمينة مش عارف ايه. فبيقول له انت عملت ايه؟ قال له انا بشكره يا ابني على، بتقول له على انه ضربني، بتشكره على انه ضربني. قال لي دي لغة انت ما تفهمهاش يا حجازي يا ابني، تسكت ولا اقول له؟ قال له لا اعمل معروف بس صدق، ولا بد ان ايه ان تصدق كل سنة وانتوا طيبين. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. اتكلمنا امبارح عن ابونا مينا مش كده برضو؟ ابونا مينا المتوحد. النهاردة هنتكلم عن البابا كيرولوس وكان بيعمل ايه مع الشياطين مش كده ولا ايه؟ طالما وضع يده على المحراس الشيطان مش هيعتقه. دايما ولاد ربنا الشيطان وراهم لغاية اخر نفس. نرجع ايام ابونا مينا وهو في الطاحونة، كان اترسم قسيس في الجيزة معروف، له باع معروف عند قداسة البابا، هو اتنيح، كان اسمه ابونا صليب سوريال، رجل القانون الكنسي ومدرس القانون الكنسي في الكلية الإكليريكية وأستاذنا كلنا. أبونا صليم بيحكي بيقول بعد ما ترسمت أسيس ب15 يوم كان بيقضي الأربعين يوم جوه الكنيسة، فهو في الأوضة فقالوا له الحق يا أبونا ده في واحد جوه الكنيسة عم يزعق وبيطلع ريم من بقه وعمل حاجة صعبة خالص. فقال لك بس، هو بيحكي يقول أيوة فرصة جات لك يا ابونا صليب وانت اسيس جديد تظهر بركاتك. يلا لبس العمة ودقنه لسه يعني ما طلعتش، ونزل ومسك الصليب وقال للراجل اسكت مش عايز اسمع صوتك خالص. الشيطان ضحك قال له بتضحك على ايه؟ قال له انت قبل ما مش عارف ايه تعمل ايه، انت لسه ابن امبارح لحقت هتعمل اسيس عليا؟ انا قسيس غصب عن عينك. فواقفين بقى الفراشين وعمال الكنيسة، فهو قرب على ابونا صليب كده وعمل كده، فابونا صليب رجع لورا قال له لا، قال له شفت مش قلت لك انت لسه؟ قال له طب انا هوريك. ابونا صليب وطى على واحد كده قال له هات لي تاكس بسرعة، جابوا له تاكس. فابونا صليب مسك الراجل من دراعه لوى دراعه وطلعه من الكنيسة قال له اركب. الراجل ركب وركب جنبي ابونا صليب، اطلع يا اسطى، اطلع يمين، اطلع شمال، اطلع يمين. خدوا الطريق ناحية كوبري اسمه كوبري عباس مودي على مصر القديمة. فالراجل اللي عليه الروح الشرير قال له انا عرفت انت موديني فين، موديني عند ابو عصايا اللي فوق في الطحونة. وقف يا جدع انت، وقف يا سواق. قال له يا ابونا وقف. قال له امشي. قال له مش هتوقف؟ طيب واحد اتنين تلاتة تراخ. ايه الحكاية؟ العربية وقفت. اتاري الشيطان فرقع الاربع عجلات بتوع الايه وبس لابونا صليب قال له مشيها بقى، مش انت قسيس جاي تقول له اخلص تعالي حسك عليا، مشيها بقى. ابونا صليب اتكسف، الراجل السواق قاعد يقول اعوذ برب مش عارف ايه، والراجل طبعا قال له يا عم، قال له اعمل معروف يا ابونا خد عفريتك وايه وابعدوا عني خلي يومكم ايه يعدي النهارده. نزل ابونا صليب ورادى السواق بقرشين وتاكس تاني، قال له ها اقول؟ قال له اخرس ما عندكش حل. قال له انت لحقت تعرف يعني ايه الحل؟ ده انت لسه ملكس 15 يوم.
هتعمل أسيس عليا؟ قال له أيوة أنا أسيس عليك. اطلع يا اسطى يمين شمال. يجي يتكلم أبونا الصليبي يحط إيده على بق صاحبنا اللي عليه العفاريت ده، ما تتكلمش خالص. المهم جمع عنده المطلع، أخذ الراجل فضل يسحبوا فيه لغاية ما إيه وصلوا لقى أبونا مينا منتظرهم على أول السك. تعال أبونا صليب مبروك، وانت تبتدي كهنوتك بالعفاريت يا أبونا صليب. انت قدت الراجل بيتكلم، راح أبونا مينا راح مسك الراجل خبطه ألم، والتاني أي أي قال اوعى تتنفس. بس أبونا صليب بس قال له تتفلح فينا عشان منا جديد، اتفلح فيه بقى. قال له لا ده أنا ما أقدرش عليه، ده ولا قرطة تقدر عليه ده. فراح أبونا مينا مسك الراجل من ودنه قال له انت فالح بس تفس الاربع عجلات بتوع العربية. فالراجل بص له كده قال له انت عرفت ازاي؟ قال انا متابعكم يا ابني من اول ما طلعتوا من كنيسة ماري مرقص لغاية ما جيتوا هنا. هات يا ابني شوية مية نفخ فيهم ابونا مينا واخرج اخرج باسم الصليب. الروح خرج والراجل قعد هو اللي اشرف على عميل الشاي ورجع بالسلامة. هي نفخة من ابونا مينا، بس مش كل نفخة يا جماعة، هي كل من نفخت طبخت، مش كده ولا ايه؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. مرة يوم كان مرهق خالص على ابونا البطرك، وبابا كرولس قال له رفعيل يا ابني. قال له نعم سيدنا. قال له في حد بره؟ قال له سيدنا مفيش. قوم يا سيدنا عشان تريح، ده انت من الساعة 5 واقف على رجليك، الساعة دلوقتي بقت 1:30 الظهر عشان تريح. قال له طب يا ابني. رفعيل خرج ورجع لقى سيدنا قاعد على الكرسي بتاعه في الصالون. يا سيدنا ما قمتش ليه؟ قال له يا ابني في واحد لسه معدي من باب الحديد داخل على شارع كلود بيه جاي من الصعيد يا ابني ياخد بركة، هتقول له البطرك دخل ده صعيد يا ابني يعمل معاه خناقة، فانا قاعد مستنيه لما ايه لما يجي شوية. ودخل صاحبنا جاي من الأقصر لابس كرافتة عريضة تمنع الرطوبة والبرد والروماتيزم والهشاشة في العظم، كرافتة كده مدفياه، ودخل نهاركم سعيد سلام وبركة. سلام ونعمة. سيدنا موجود؟ رفائيل قال له سيدنا تعبان ودخل يريح. يعني ايه تعبان يعني؟ وكان شغال في الفاعل؟ ايه سيدنا كان بيشيل زلط؟ في ناس كده لسانها ما ترحمش، لسانها فرقله يعني. المهم فرفائيل قال له بس ما تغلطش، هو قال لما بص لك عليه. فتح الباب كده رفائيل وبص لقى سيدنا على الكرسي ونعسان. قال له تعالى يا عم اهو سيدنا ايه لسه على الكرسي قاعد. دخل الراجل وعلى بعد 3 متر كده وفي قدام سيدنا، خد خطوه كده والتانيه لغايه ما بقى بينه وبين سيدنا متر. الراجل ودانه وقفت وخدوده احمرت وراح صارخ في البطرك، وبطرك نايم. قال له ها البطرك صحي كده من النوم. قال له يا اخي قلقتنا من النوم يا اخي، انت ايه اللي جابك عندنا؟ قوم يرد يقول له لما انت وانت نايم مفزع كده امال على المسبح هتعمل فيا ايه؟ قال له هحرقك طبعا، وانا مش انا يا ابني لكن نعمة الله التي معي. قال له خلاص انا جيت برجلي. قال له هتمشي هتخرج من الراجل ده ليك كام معاه؟ قال له 21 سنة. طب يا ابني ضرب جرس هاته كوباية مية. نفخ فيهم ابونا البطرك ورش الراجل اخرج الروح ايه خرج على طول. الراجل فقال له يا سيدنا اول مرة احس بنفسي من 21 سنة. البطرك قال له مبروك يا ابني، خد لقمة القربانة كل دي وخد الزيت ده حطه على مية واستحمى بيه، وما تروحش المدافن لوحدك تاني يا ابني، ايه اللي يديك بالليل؟ قال له خلاص يا سيدنا هي توبة من دي النوبة، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. نقول تاني؟ طيب هقول لكم واحدة انتوا ربما انا قلتها لكم لكن برضو اسمعوها عن البابا والارواح الايه الشريرة. مرة سيدنا وكان دايما البابا كرولوس يصلي يوميا قداس وعشية، قداس عشان كان ما كانش عنده زحمة،
الواحد يعاوز يقابل البابا كرولوس يقابله في اي وقت. في اي وقت ليه؟ لان الناس شبعانة بيه، كل يوم موجود في عشية وموجود في وبابه مفتوح. ففي يوم بيصلي في عشية وجماعة عندهم عربية ملاكي شالوا ابوهم اللي ليه سنتين ما بيتحركش وحطوه تحت الكرسي بتاع سيدنا البطرك اللي زي كده. فابونا كان بيخش من باب في الجنب كده، لف ابونا البطرك وجه وبيسأل يا ابونا جرجس ده، قال له سيدنا ده المخلع اللي ليه 38 سنة. بيضحك ابونا، قال له طب يا ابني ربنا ايش فيه. المهم طلع ابونا البطرك بص عليه قال انا عرفت يا ابني انا عرفت. فسيدنا كان في الشورية وجاء عند الراجل ده كده بخر بخرتين كده وبص في وش الراجل قال له هش. نزل سيدنا لف بخر الكنيسة وجاء عند الراجل ده فوق دماغه هز الشورية هش. ولاد الراجل عمالين يبصوا تحت الكرسي بتاع سيدنا ان يشوفوا حمامة ولا بطة ولا فرخة وبيهش ايه مش عارفين. سيدنا البابا عند الانجيل جاء عند الراجل بالشورية هش. خلصت عشية وسيدنا خارج فتلموا حواليه ولاد الرجل كانوا ثلاثة رجالة يعني، يا سيدنا والدنا ده عملنا له كونسلت وكشفنا عليه بطنة واشعات وتحاليل وعندنا زكيب الدواء. ولد قال له يا ابني مش هينفع، ابوكم يا ابني اتخض عند القطر اللي يودي عند السكة الحديد لوحده يا ابني فوقع، فدخلوا قرطة شياطين، ده فيه 600 شيطان بس هي هانت يا ابني. احنا كل هشة كل ما نقول له هش يطلع منه 100 شيطان، هو فاضل له هشة وايه ويقوم، فاضل لك زلطة وايه وتطلع بره مش كده برضو. فدي البابا كرولوس وسع يا ابني وسع وجاء عند الراجل قال له هش. لقوا الراجل بدا يريم وعينيه بدت تبربش وبدا يسند نفسه ويقعد، من سنتين اول مرة يقعد على حيله. البابا كرولوس قال له الحمد لله على السلامة يا ابني، ايه اللي جرى؟ ايه اللي يا ابني وداك عند السكة الحديد؟ قال له غلطة يا سيدنا، معلش يا سيدنا سامحني. قال له قوم يا ابني. ابنه بيقول له ايدك يا بابا. البابا كرولوس قال له سيب ايده هيمشي لوحده يا ابني. والراجل قام لوحده وخرج والبابا بيرشم عليه الصليب. بعد ما خرج منه ايه؟ 600 شيطان واعطيكم سلطان اذهبوا اشفوا مرضى، اعملوا ايه؟ اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. وزي ما قال اتسبونا ولا بد ان ايه؟ ولا بد ان تصدق. النهارده هكلمكم عن شوية حاجات عن البابا كيرولوس من نوع غريب شوية. واحد في فرنسا اتعرف على واحدة فرنسوية، فرحت له في يوم ضربة بوز وشها مسفر بتموت. قال لها مالك في ايه؟ شايل ايه في ايه؟ قلت له اسكت مش رحت انا عييت ورحت مستشفى وطلع عندي مرض وحش وهعمل عملية بعد اسبوع هشيل الحنجرة. قال لها انت تؤمني بالمعجزات؟ قلت له طبعا انا كاثوليكية واؤمن بالمعجزات. قال لها طيب انا هديت صورة واحد عندنا في مصر ده بقى زي وابور تسعة زي ما بيقولوا، ما يقفش على محطات ما ولا مرض ولا اي حاجة. فراح مطلع لها من جيبه كده صورة البابا كيرلوس وقال لها ايه رأيك في ده؟ قلت له اسمه ايه؟ قال لها ده اسمه البابا كيرلوس. اسمه ايه؟ يعمل ايه ده؟ قال لها ده بس انت تطلبيه وتشفعي بيه وده بقى هيحوش السرطان اللي عندك في الحنجرة. هي روحت تفتكر اسم صاحب الصورة ده، راح من دماغها اسمه، لكن بإيمان راحت جابت كوباية مية زي دي وحطت
صورة بتاعت البابا كرولوس جوه الكوباية ووقفت قالت يا رب اديني بركة الخميني بتاع الاقباط اللي في مصر. ما هي طبعا شاشتورته لابس اسود ومربي دقنه هي تعرف الخميني، لكن نسيت كلمة ايه كيرلس. وبعدين شربت كوباية المية ونامت، ولما نامت جالها بعمة غليظة قال لها ايه اللي بتقوليه ده؟ انا اسمي كيرلس ستة، كيرلس السادس، لكن ايه خمي ده؟ صحيت قالت اه ده يظهر زعي، راحت امن انه جابت كوباية مية تاني، قالت له معلش يا رب انا غلطت المرة اللي فاتت، هو اسمه كيرلس ستة، وراحت مالية وحطت الصورة المبلولة تاني وقعدت تشرب، وحطت الصورة يعني اتباشت تحت كل يوم لمدة اسبوع تشرب منها تشرب منها، وراحت دخلت المستشفى عشان تعمل ايه العملية. قالوا طب ناخد عينة اخيرة عشان نخش على الايه على العملية. اخدوا عينة طلعت سليمة، نحلل تاني مفيش ورم، نجيبها فوق نجيبها تحت، ضربت التليفون محفوظ؟ قلت له نعم. قال لها نعم في ايه؟ قالت له كيرلس الستة الخميني بتاعكم 10/10 شال من حنجرتي الايه السرطان. ده شغال مع الخواجات يا جماعة، مش هيشتغل معانا ولا يمد البرة يعني، لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. في واحدة في مصر لسه جبت اسمها لابونا، مش هقول اسمها دلوقتي، الست دي عملت 13 عملية فتح بطن. طبعا بدأ من الصدر الشمال وامتد بعد عنكم في الامعاء والمرارة، واشتغل عندها السرطان شغل صعب خالص، لدرجة ان دكتور في العمل رقم 13 قال لها بنتي انت صعبانة عليا، كل شوية نفتح بطنك البعيدة ونقفلها تاني، يا ريت يا بنتي كن في سوستة آدمية نركبها وساعة ما نعوز نفتح، بدل ما احنا عاملين نفتح ونقفل ونفتح ونقفل، عملية صعب. ليه؟ طب اعمل ايه يا دكتور؟ ادي الله واضح حكمته وانا راضية بنصيبي. لكن عند العملية رقم 14 دراعها بعد عنكم وقف، لان الالياف امتدت لاعصاب الدراع، والدكاترة قالوا بتر الدراع وفتح البطن واستئصال نص المعدة. هي طبعا صعب عليها انها يشيلوا دراعها وتبقى كده في شيء من العجز. طب يا دكتور اديني اسبوع بس في استشارة، استشارة صغيرة. قال لها هتروحي فين يا فلانة؟ قلت له اديني اسبوع. قالت في قالها اروح اودع ازور الطحونة بتاع البابا كرولوس مصر القديمة وهو واشوفه يعمل معايا ايه. وراحت مصر القديمة، طلعت بعد عنكم الطحونة الدور التاني اللي راح منكم وشاف الطحونة صغيرة، طبعا طلعت على ديها ورجليها، لما وصلت فوق على اخر السلم وهي طالعه بتزحف تعبت وجسمها بدا يرعش عند اخر درجه، فاتكحرتت وقعت نزلت تغايه تحت قدام الدولاب اللي فيه الاجساد والبطرمان اللي فيه الشعر اللي في الطاحونه. فوهي بتبص كده لقت حاجه خبطتها في دماغها طخ وترمت في الارض، قعدت تطلع ريم من بقها والناس يقولوا الحق يا جدع واحده عليها عفريت، وللحق يا جدع واحده بتموت هتقولها دكتور. هي كل اللي بتقوله الله يسامحك يا سيدنا الخطه بتاعتك جامده قوي. قالوا اه ده تخاريف الايه تخاريف الموت، بتكلم نفسها. طيب على مهلك يا سيدنا. اي يا سيدنا البتاع المشرط اللي مضيته ده جه في قلبي. قالوا لا لا دي فعلا دي بتخرف وبتموت، ان شاء الله ربنا يدينا عمر وابعت لكم الست دي تعمل لكم زياره في انا وتشوفوها. المهم يعني بلطف كده فوقوها. ايه الحكايه؟ قلت له لو سمحتوا ابعدوا عني عشان عايز اشوف البلوزه من جوه. فبعدوا عنها، فتحت لقت البلوزه في صدرها غرقانه دم، مسحت الدم
لقت الدم ده مكان جرح عامل صليب، والبابا كيرلس هو اللي خبطها وقال لها ايه تعبانة ليه، خلاص مش هتعمل عمليات تاني، قومي روحي. بس يا بنتي قومي اكرزي للعيانين بالسرطان، قولي لهم ان الهنا اقوى من السرطان، وصلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. العملية عايزة ايه؟ عايزة ايمان. صدقوني الاخت ايلين دي دلوقتي عاملة زي البابور، عمال تسافر البحيرة واسيوط ودمنهور وطنطة، عمال تروح عند العيانين وخاصة بالسرطان وتصلي معاهم، وصدقوني ربنا بيتمجد. الهنا اقوى من اي ضعف واقوى من اي مرض. الهنا رجاء لمن ليس له ايه، يعني عيش الايمان يا بلاش نتكلم عليه خالص بقى، لكن صدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. في بنت صغيرة انا كتبت عليها في كتاب من كتب، يعني عندها 3 سنين ونص، اسمها مهرائيل، بتاع صغنونة كده. المهرائيل دي جالها بعد عنكم سرطان في الدم، وما ودتها المستشفى، والمستشفى قالوا لها مفيش، ده عايزة نقل دم وتغيير وسفرها بره وجوه. وامها انا ست غلبانة، قالت يعني هعمل ايه، ادي ربنا وادي حكمته. المهم يعني البنت الصغيرة دي في الليل قلت لها ماما ابونا كان هنا وانت نايمة. قلت لها ابونا مين يا حبيبتي؟ قلت لها ابونا لولوس اللي حط صورته عندنا في البيت. والبنت بدت تعيط، يا ماما هاتيلي الصورة بتاع ابونا لولوس. الام قلت لك البنت هتموت هتموت، راح اجيب لها الصورة. طلعت تجري الام، روحت وهم ناس غلابة، ويظهر ان الصورة كانت ورق يعني مش برواز، جابتها وقلت لها ماما لفيني في الصورة. لفتها في الصورة، صدقوني حسب رواية البنت ورواية الام، البنت قامت من نص الليل تجري وماسكة الصورة عملت تتنطط في المستشفى، ابونا لولوس جه ابونا لولوس جه. اتلموا الناس، ايه الحكاية؟ اتلموا ابونا لولوس جه وعملني بالزيت هنا. الناس يتلموا يبصوا في البنت كده يلقوا قرتها، يمسحوا في قرت البنت قرتها فيها ايه زيت. جم الدكاترة الصبحية قالوا انتوا بس هتخولونا تقولونا معرفش سيدنا مين والبدع بتاعتكم، طب نعمل تحليل. عملوا التحليل والزغاريت اشتغلت في معهد الاورام، لان شيخ النصارى اشتغل مع البنت الصغيرة، واجركم الله على الصورة اللي اتقطعت حتة حتة. ابو مين اللي عاوز ياخد حتة طرف من الصورة بتاعت ابونا لولوس اللي عمل المعجزة مع مهرائيل؟ انا كتبت عن مهرائيل دي ونزلت لها صورة. يعني البنت دي بقت كارثة بمحبة البابا كرو. ما شفتوش الا في الحلم، ما شفتوش الا في عمل النعمة. ايه اللي منعك تشوفيه؟ صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطية تغفر له. وصدق وايه، ولا بد ان تصدق. وصدق وايه، ولا بد ان تصدق. هكلمكم الليله دي في موضوع صدق. معجزات الشفاء مع البابا كيرلس بانواع مختلفه. يعني ايه بانواع مختلفه؟ واحد من بورسعيد بعت جواب للبابا كيرلس وقت ما كان عايش، بيقول له يا سيدنا ابني حرارته مرتفعة 40، وعطناه مضادات حيوية وعملنا له كمادات، وليه 3 ايام الحرارة ما نزلتش، نعمل ايه؟ اعمل معروف، عايزين صلواتك. البابا كيرلس وصلوا الجواب وفتحوا بنفسه وبعت جواب للرجل بتاع بورسعيد.
كتب له ايه؟ وصلنا خطابك الساعة 4 بعد ظهر يوم الاربعاء 3 ابريل، ورفعنا صلاة من اجله، وعند وصول خطابنا سيكون ابنك بنعمة المسيح معاف. الجواب طبعا خده 3 ايام على ما وصل. كان الواد ليه يومين بقى ايه؟ بقى كويس. الراجل قاعد يفتكر ابنه بقى كويس امتى. الراجل قاعد حدد كده، قال فعلا الواد حرارته نزلت يوم الاربع الساعة 4 زي ما البابا ايه في الوقت اللي وصل. البابا ده يا جماعة كلمته نفاذة، لانه واخد سلطان، لان المسيح قال لهم ايه؟ اذهبوا اعملوا ايه؟ اشفوا مرضى، اخرجوا شياطين. شفاء بجواب؟ بجواب. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. وبيقول ايه كمان؟ صلاة الايمان تعمل ايه؟ تشفي المريض. وان علشان كده الكنيسة فيها سر اسمه سر صلاة المرضى، او سر الزيت، او الانديل، من اجل شفاء الامراض. علشان كده اقول صدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ابونا مينا المتوحد مش بس بالجواب كان بيعمل معجزات. في يوم وهو في مصر القديمة قاعد في اوضة موجودة لغاية دلوقتي كانت يستقبل فيها المعترفين في الجنب كده، معرفش بعد التعديل ده اللي عملوه المعماري قاعدة ولا لا، لكن كان قاعد والناس زحمة. راحت له بنت من شبرا عندها نزيف دم، فقاعدة تعدل في راسها وتوطي شوية وتعدل راسها. البت داخل مش قادرة تقعد، والزحمة كل ما تيجي تخش واحدة تروح جارية داخلة، كل تخش جاته بعدين في النهار اللي مش معدي ده. طب ده انا عيانة وعندي نزيف ليا شهرين وانا اتصفيت وبموت، هقعد ولا انا ماشي؟ قامت عشان تمشي فلقت حاجة مكومة على الدكة القدام بتاع الحريم كده، حاجة سودة كده. بتقول ايه دي؟ قال ده الفراجية بتاعت ابونا مينا. قالت دي جلبيته يعني؟ طب راحت مسكاها ومسحت وشها وقالت يا بركة ابونا مينا المتوحد، يلا صلواتك تشفيني انا مش قادر اقعد. على ما وصلت البيت لقت نفسها زي الحصان، لقت نفسها الدم اترفع، لقت النزيف انحصر، بقت كويسة، ومفروض القصة خلصت مش خفت ونالت اللي عايزاه. لكن اتجوزت وخلفت بنت، بنتها بعد 20 سنة جالها نزيف زي ما جالها هي ايه زمان. ودوها للدكتور ما جابش معاها نتيجة. قالت لها يا بنتي هقولك ايه، انا كان حصل معايا الدور ده، لكن يا بنتي انا هقولك، انا كنت رحت لابونا مين المتوحد اللي هو البابا كرولس دلوقتي ومعرفتش اقابله وهو امس. هتعرفي تقابليه يا بنتي بعد ما بقى البابا. قالت لها اعمل ايه يا امي، المضطر بيركب الصعب، هروح وانا وايه وانا ونصيبي. خدت بعضها ورحت البطرخانة. فين سيدنا؟ في كلود بيه. قال ده بيصلي عشية. دخلت حضرة العشية، البابا خارج، فضلت تجري وتزق في الناس، وجات كده على الشال بتاعه من ورا، حطت ايدها على الشال ومسحت وشها. حد شاف حاجة؟ راح بصلها البابا كرولس كده قال لها يا بت، هي امك علمتك الصنعة من 20 سنة ولا ايه؟ هو عارف، عارف فرجيته حصل منها ايه؟ لان قوة كانت ايه تخرج منه، عجائب الله في قديسيه. انا مش هتكلم على فرجية البابا كرولوس، انا عارف ان في فرجية في هنا والفرجية شغالة والبابا كرولوس، كان عايز اقول لك بس ان البابا حتى الجلبية بتاعته بتعمل ايه؟ بتعمل نجوزات، مرة بالجواب ومرة بالايه. طيب نقول حاجة تاني. اثناء وجود ابونا شنودة اظامينا في مصر القديمة لما كان ماسك الطاحونة، في واحد كده في اطراف مصر القديمة في توه
وفي اخر السكه دي كنيسه، كل ما واحد يعدي يلقح كلمتين، واذا لقى شاب عافي يقوم يعمل فتوه. راحوا قالوا لابونا شنو ده؟ ابونا شنو ده؟ ضحك ضحك تضحك عليه ابونا. قال يالا، قال ايوه، قال انا عند العصايه اللي كان بيمسكها ابونا مين المتوحد، تقدر تاخد العصايه دي وتروح تخبطه بيها خبطه وتيجي لو خبطته خبطه بعصايه البابا كرولوس. ما في ناس تخاف من الصلاه، وناس تخاف من الايه، من العصاه، صح؟ قال له يا ابونا، قال له هاخدها منك، قال له ما تخافش. راح بيقول الراجل ده كان قاعد اول ما شافه قام قال له خلاص يا عم اوعدك الحته دي انا مش جايها تاني ولا هقعد هنا. قال له قال له ما تضربنيش، اعمل معروف العصايه دي بتطلع نار، اعمل معروف انا ماشي. يقولوا من غير ما يضربه الراجل ده مشي من الحته دي وما عاد يرجع ليها تاني. السر في الايه؟ في العصاية، في العصاية. اذكر شيء للمتنيح الانبا بموا، نيح الله نفسه في احضان القديسين، عمل حاجة زي كده. كان اشترى ارض في الرزيقات، وجي شيخ العرب قال له مش هتاخدها وانت بتاع في انبا بموا، مسك العصاية والارض طرية ونكت العكاز بتاعه، قالوا لو في راجل في حتتكم يجي ناحية الارض، وخد بعض. يقولوا العكاز قعد ثلاث ايام مفيش راجل عنده جرأة يجي يحوش العكاز، ولا حد قرب على ارض الدير وصدق. ولا نكمل بكرة. ها في كواكب الفردوس خادم الرب يسوس ديادر البار موس بنيوت أبا كيرلوس اختاره عمانوئيل أثار أن يستقين ليكون خادم الإنجيل بنيوت أبا فضل حياة خنوة سلك طريقا قربا أعطاه الله حكمة بنيوت صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة بنيوت باكر اللوت أرشده عمانوئيل قام بعمل جانين في دير أنبا صموئيل بنيوت أباكير اللوت اختارته عناية الله ليكون راعي الروع كان يبكي بمرارة بنيوت أباكير اللوت عظيم في جهاده حكيم في إرشاده اختاره الرب إله بنيوت أباكير اللوت أشفق على القطيع لم يتركه يضيع رافقه بقلب وديع بنيوت أباكير اللوت
مضطدع بالحقيقة محب الخليقة صديق الملائكة بن يوسف ذكر النور قام وقت الأصحاب في القوة والأمراض ليسبح رب القوات بن يوسف ذكر النور الله اشتم صلواته وبخور مع أصوامه قابلها قدامه بن يوسف ذكر النور السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطى بن يوسف ذكر النور في مدة قصيرة قام بأعمال كثيرة بمعونة رب الخليقة بن يوسف ذكر النور بعجوبة أعدنا رفعة حبيبنا مريموروس كاروزنا بن يوسف ذكر النور بنى الكاتدرائية وكنائس كثيرة نشر المسيحي يا بن يوسف ذكر النور في كنيسة الزيتون زهرات الأم الباتون في عهد الراعي الحنون بن يوسف ذكر النور بيده عمل المايرون بين المؤمنين من بعد طول السنين بن يوسف ذكر النور دعاته السماء فلبى النداء وراح للآباء بن يوسف ذكر النور في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم وأكمل جهاده بن يوسف ذكر النور اذكر وحدة الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله الديان بن يوسف ذكر النور يا أبناء التسبيح أنظموا اليوم دين
لحبيب يسوع المسيح بن يوسف كيرلوس. تفسير اسمه في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله البابا كيرلوس أعنا أجمعين. أكسيوس بابا أبا كيرلوس بي أرشي إيه